بصوا يا جماعة، أنا هعمل فقرة كده هسميها كل يوم معلومة عن برج، وكل يوم هنختار برج معين هنتكلم عنه وندي. النهاردة قررت أبدأ ببرجي، وهو برج العذراء. معلومة هو إن دمه خفيف جدا جدا. العذراء من الأبراج اللي دمها خفيف الفاني، اللي بيحبوا يهزروا وبيحبوا يضحكوا كتير جدا، بس مش مع الناس الغريبة. يعني أول ما هيتعرف عليك برج العذراء هيبقى ساكت هادي، ما بيتكلمش كتير، بس وانس ان هو اخد عليك وبدأ يعني بقيت صاحبه وبقيت قريب منه، هتلاقي ان دمه خفيف جدا وبيحب يهزر، وروح الدعابة عنده قوية جدا جدا. فالعذراء بيكون عنده شخصيتين: شخصية مع الناس القريبة والناس الكلوزلي والناس اللي هو بيستريح لهم بيثق فيهم، وشخصية مع الناس الغريبة او اللي لسه متعرف عليهم. لان العذراء من الابراج اللي مش سهل اطلاقا تدي ثقتها لحد، لان هو برج ترابي. فالبرج الابراج الترابيه عامه اللي هم الجدي والثور والعذراء ما بيثقوش في حد بسهوله، وبياخدوا وقت لانهم بطاء جدا جدا. العذراء الامبريشن او الانطباع الاول عنده دايما هتلاقيه غلط، دايما هتعتقد ان هو بارد، هتعتقد ان هو دمه مش خفيف، دمه تقيل، هتعتقد ان هو رخم كده وهادي ومش شخصيه قوي. بس بعد ما تتعرف عليه هتلاقي دمه زي السكر. وناس كتير جدا جدا عذراء، ركزوا كده معاهم في حياتكم وهتلاقوهم دمهم خفيف قوي اول ما بتتعرفوا عليهم، يبقوا اصحابكم بجد. ثانكيو، واستنوا فيديو جديد عن برج جديد، وقولوا لي تحبوا نتكلم المره الجايه عن برج ايه. باي باي.